بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نواصل في هذه المحاضرة شرح بقية المحاضرة السابقة اللي هي كانت Introduction to SQL، ونشرح بعض الأوامر الإضافية بالنسبة لهذه اللغة. طيب، as we said last lecture, we have some string operations in the SQL language. For example, we explained the like, and also we have here an example for that. Select name from instructor where name is like there. That means bring a list from the instructor table containing the names of instructors who contains the three letters DAR in the same sequence. يعني من الجدول بتاع الانستراكتور في الحقل بتاع نيم اظهر لي قائمه باسماء الاساتذه اللي فيهم الثلاث حروف ديل دي اي ار. اوكي، فدي من العبارات المستخدمه للتعامل مع السترينجز في. طيب، في برضو ممكن نستخدم الاور الكونكاتينيشن اللي هي اور او اند، المعاملات المنطقيه دي للتعامل مع وممكن نرتب المخرجات الاوتبوت باستخدام الاوردر باي، ودي اخر حاجه شرحناها في المحاضره السابقه. وبرضه عندنا الكلمه بتاعت between select name from instructor، اظهر لي قائمه باسماء الاساتذه من جدول instructor ويا salary is between 90,000 and 100,000، يعني الاسماء الاساتذه مرتباتهم السنويه بين 90,000 الى 100,000. خلاص، ممكن برضو نعمل مقارنات هنا. select name and course ID from instructor and teaches ويا ال department name في in the instructor ID in the instructor table ويا ال department name is biology and the instructor ID in the instructor table is the same as instructor ID in teaches table. يعني find the names of all instructors with salary between 90,000 dollars and 100,000 dollars and where the department is biology, working in the department of biology. Also, we can use all the set operations, union, intersection, and all that. Here we have an example. Select name from table instructor where salary is null. Okay. يعني الأساتذة ما مكتوب لهم مرتب، بظهرهم لي في قائمة. فهنا من الأول بننتقل لما يعرف بـ null values. فالnull values أي خلية في جدول بيكون ما عندها قيمة، ما مسجل فيها قيمة، نسميها null value. طيب، نمشي للأجريجيت فانكشنز اللي هي these functions operate on the multi set of values of a column of relation and return a value. دوال بتستخدم لإجراء عمليات حسابية من الجداول، يعني عندنا مثلا for example AVG للأفريج المتوسط، MIN المينيمم اللي هي أقل قيمة، والماكس أكبر أو أعلى قيمة، والصم مجموع قيم، والكاونت عدد قيم معينة. أمثلة عليها: select the average of salary from the table instructor where department name is computer science. يعني عاوزين متوسط المرتب لكل الاساتذه في قسم الكمبيوتر ساينس. select count distinct ID from teachers via semester spring and year 2018. يعني انا عاوز عدد الاساتذه بدون تكرار، count distinct بدون ما تتكرر الاي دي. احسب لي عدد الاساتذه في جدول تيتشز اللي درسوا يعني في السمستر بتاع الربيع او فصل الربيع في سنه 2018. select count نجمة from course، هنا انا عاوز كل المقررات، يعني كل المقررات وكل بياناتها من جدول المقررات، هو الجدول اسمه كورس. طيب، select department name، اختار لي اسم القسم والمتوسط بتاع السالري افريج اوف سالري از اي في جي سالري، وسميه لي فوق بالاسم ده من جدول الانستراكتور، وجروب باي ديبارتمنت نيم، ومجمع النتيجه تكون مجمعه على حسب الديبارتمنت، يعني تجيب
مجموعه في ديبارتمنت واحده مع بعض، ثم اللي بعدهم واللي بعدهم وهكذا. عندنا هنا مثلا اهو دي شايف، بنجيب اول حاجه البيولوجي، بعدين الكمبيوتر ساينس، بعدين الالكتريسيتي او الالكتريك انجينيرنج، بعدين الفاينانس، بعدين الهيستوري، يعني على حسب الديبارتمنت البيانات المطلوبه. طيب الاتريبيوتس سيلكت كلوز اوتسايد اوف اجريجيت فانكشن ماست ابير ان جروب باي ليست، يعني مرات بيكون في بعض الكولومز ما موجوده في السيلكت، انا ما اخترتها في السيلكت فوق، فبقوم بكتبها في الجروب باي. اوكي، فمثلا سيلكت ديبارتمنت نيم اي دي افريج اوف سالري فروم انستراكتور جروب باي ديبارتمنت نيم. خلاص دي هنا خطا، يعني ده خطا الصياغه بتاعت الامر، ده خطا هنا، ما مفروض نقول جروب باي، يعني جروب باي دي مفروض ما تصل طالما الديبارتمنت نيم موجوده فيه. فممكن نقول select department name average of salary as average salary from instructor group by department name having average salary greater than 42,000. تمام، فيبقى دي الطريقة. طيب في ممكن نعمل nested subqueries، يعني استفسار أو استعلام داخل استعلام ممكن يكون موجود يعني، فممكن ناخد عليه أمثلة لقدام. طيب هنا السيت ممبرشيب اللي هي انه موجود في المجموعه او داخل المجموعه، بيانات موجوده في مجموعه معينه، مثلا فايند كورسز اوفرد ان فول 2017 ان ان سبرينج 2018، المقررات اللي درست في خريف 2017 وربيع 2018، سيلكت ديستنت كورس اي دي فروم سيكشن ويا سيمستر فول ان الاير 2017، ان في نفس الوقت كورس اي دي اللي هو رقم الكورس يكون من الكورسات اللي موجوده في النتيجه بتاعت الاستفسار او الاستعلام ده، اللي هو select course ID from section where semester is spring and the year 2018. يبقى اول حاجه بيقوم بيختار هو المقررات التي درست في ربيع 2018، بيقوم ياخذ الكورس ID بتاعه لكل المقررات دي ويطبق على الاستفسار الخارجي اللي هو انه الكورس ID بدون تكرار distinct بدون تكرار من الجدول سيكشن اللي هي في نفس الوقت درست في خريف 2017. Find courses offered in خريف 2017 but not in، فنفس الاستفسار السابق بس هنخليه not in، بدل in هنكتب not in، فيبدا بدينا النتيجه المطلوبه. وهكذا مزيد من الامثله، يعني اللي هو name all instructors whose name is neither Mozart or Einstein، الأساس اللي أسمائهم لا موزارت ولا أينشتاين. Select distinct name، اختار الأسماء بدون تكرار from جدول الانستركتور، ويا name is not in، ليس في المجموعة، موزارت فاصلة أينشتاين. خلاص. Find the total number of students who have taken course sections taught by instructor with ID الرقم دي، الطلاب اللي درسوا مقرر درسوا الأستاذ دي اللي ده رقمه. Select distinct select count، انا داير عدد الطلاب اللي درسوا في مقرر او اخذوا مقرر درسوا الاستاذ اللي رقمه 10 10 1، فبقول له هنا select count distinct ID، احسب لي العدد بدون تكرار الرقم بتاعه from takes من الجدول takes ويا الكورس ID and السكشن ID والسمستر والير، تكون ضمن النتيجة بتاعت الاستفسار التالي اللي هو select course ID section ID year from teaches via teaches ID بتساوي الرقم المطلوب. اوكي، في ملاحظة هنا above query can be written in a much simpler manner as a formulation above a simple equal straight SQL features، طبعا بيقول لك ده ممكن نعيد صياغته بطريقة أسهل لكن حيكون بدايته صعبة شوية، فمكتوب بالشكل ده عشان يكون سهل مفهوم. طيب الست كومباريزون دي خليني اجي اعمل لها تسجيل براها بالنسبة للفيديو دي. اوكي، المقارنات يعني نعمل لها تسجيل لوحدها، لانه انا لاحظت انه لما اسجل مثلا نصف ساعة التحويل بتاعها الى فيديو بيبقى ياخذ زمن طويل جدا،